خبرة الزمان ودفء القلوب الطيبة تجمعوا هنا صدفة وقدرا، يستغلون أوقاتهم في دار المسنين بعدد من الأنشطة المختلفة رياضية وترفيهية وثقافية، ليشهدوا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدار بعد بنائها وتطويرها وتحديثها. يعني قدوم الرئيس يا ريت يجي كل شهر، يا ريت، رغم مشاغله الصعبة اللي هو فيها دي والحياة السياسية والعالم اللي هو داير فيه، بس يبتكر دار المسنين دي حاجة كبيرة. عاوزاه ربنا يكرمه ويديه الصحة وبارك له. وبقرية الأبعدية بمحافظة البحيرة على مساحة 800 متر مربع، تم زيادة عدد غرف دار المسنين إلى 64 غرفة ليزيد عدد النزلاء ما يقرب من 20%، بالإضافة لتجديد وتحديث غرف النوم وأجهزة العلاج الطبيعي والعيادات الطبية. زيارة عظيمة ومستنيينها من زمان، ورغم أن احنا متعودين عليها مش هنا ولكن في أماكن أخرى. مبادرات حياة كريمة اللي أسبق بها الرئيس خلقت مجالات عمل وخلقت مجالات للحياة الاجتماعية كتيرة. ما كناش بنشوفه ولا بالتلفزيون، وقلنا له عايزين نطلع، قال نفسكم في ايه؟ طلبوني افتكروني بالدعاء، قلت له احنا افتكروك بالدعاء والله، بس نفسنا في الحج، يا عمره يا حج كبير. بس تأتي هذه الإنجازات ضمن مبادرة حياة كريمة التي تهدف للارتقاء بحياة المواطنين اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، بالإضافة لبنية تحتية من طرق وتبطين للترع ومبان خدمية صحية متنوعة.